بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة الكريمة، سورة الأعلى، يقول الله سبحانه وتعالى في آخرها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال العلماء: أفلح من تزكى، أي دفع صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، أي صلى صلاة العيد. ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا إخبار عن الله أن بني آدم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، مع أن الحياة الدنيا زائلة والآخرة خير وأبقى لهم. وهذا من العجائب. ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا المذكور في هذه السورة من هذه الأمور العظيمة لفي الصحف الأولى، يعني القديمة، التي أنزلها الله على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والتي أنزلها الله على كليمه ونبيه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة سورة عظيمة، وفيها أصول عظيمة لمن تدبرها وعمل بها، ولهذا شرع الله قراءتها مع سورة الغاشية في صلاة الجمعة. شرع الله قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة، لأن في هاتين السورتين تذكيرا للناس وتنبيها للناس على ما أمامهم من الحساب والجزاء والبعث والنشور، ليستعدوا لذلك ولا ينساقوا مع الحياة الدنيا، وإنما ينتبهون لآخرتهم ويستعدون لما أمامهم من الدار الباقية، وعدم الانشغال بالدار الفانية. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أن الله ينبهنا بما فيه خيرنا وصلاحنا، وينهانا عما يضرنا. هذا من رحمته بنا وإحسانه إلينا، فله الحمد والمنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقات المباركة بتليفون البرنامج، لمن أراد الاتصال بفضيلته:
0111-442-83-13-1-3 مرة ثانية 0111-442-83-13. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج، أبو عبد الله يقول: بالنسبة للمسافر في رمضان، أيهما الأفضل في حقه، الإفطار أم إكمال الصوم سواء في رمضان أو في النفل؟ الأفضل للمسافر في رمضان الإفطار، وإن صام أجزأه صيامه عند جمهور أهل العلم، ولكن الأفضل الإفطار أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى، ولأن السفر مظنة المشقة، فلا يجتمع على المسلم مشقة السفر ومشقة الصيام. نعم يا شيخ، هذه الأخت السائلة تذكر وتقول: هل صحيح بأن الأرواح تتلاقى بعد الموت، وما علاقة بكونهم في الجنة أو في النار؟ نعم، الأرواح تتلاقى، وذلك كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكبرى والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى النفس التي لم تمت في منامها أي في نومها، فالنوم وفاة لكنه وفاة صغرى. قال الله سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. تتلاقى أرواح الأحياء الذين ناموا في حال نومهم مع أرواح الأموات الذين هم في القبور، ولهذا يتراءون، فيرى الأحياء الأموات، وأيضا يحصل بين الأحياء والأموات بعض تبادل المعلومات، ويتساءلون فيما بينهم. ثم إن الله جل وعلا يقبض أو يمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى التي لم تمت، يرسلها إذا استيقظت من نومها إلى أجل مسمى، وهو العمر الذي كتبه الله لها، وهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى. تتلاقى أرواح الأحياء مع أرواح الأموات، ولهذا يحصل تبادل معلومات بينهم، ويحصل أن الأموات يطلبون من الأحياء أشياء، إما تسديد ديون، وإما أنهم يخبرونهم عن أشياء فيجدونها صحيحة كما أخبروا. الله أكبر. نعم، الله يجزاك خير الشيخ. الأخت مسعود تقول: الشيخ، ذهبت للصائغ بائع الذهب وبعت عليه بعض الغوايش والخواتم بمبلغ، وقام بتحويل هذا المبلغ في حسابي، هذا البيع هل هو صحيح أم لابد أن أستلم بيدي؟ هو الأصل الاستلام، لأن هذا بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، والأصل التقابض، ولا يتفرق وبينهما شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء في هذا الوقت، أو بعض العلماء في هذا الوقت، يفتون بأن التقييد في الحساب بمنزلة القبض. نعم، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات أيضا. نأخذ أحمد من الرياض، تفضل أخي أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ الله يحفظك؟ تفضل، الله يحفظك يا شيخ. تفضل. نعم، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. طال عمرك، أنا مسوي زراعة قلب، وبعض بعض الصلوات أصليها في البيت، على أي شيء طال عمرك؟ طيب، شكرا، واضح سؤالك.
إذا شقت عليك الصلاة في المسجد بسبب القلب الذي أجريت له عملية فلك رخصة أن تصلي في البيت والحمد لله دفعا للمشقة. نعم الحمد لله. الأخت أيضا أم سعود لها سؤال ثاني يا شيخ صالح، تقول عن الاغتسال بالشامبو والسدر للمرأة في عدة الوفاة، هل يجوز لها الثياب المشجرة والملونة؟ أيضا تسأل عن حكم خروج هذه إلى البيوت لأولادها. المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت، قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أنه يجوز لها أن تخرج في النهار لحاجتها ثم ترجع إلى بيتها. وأما الملابس فلا تلبس الزينة، اللباس الزينة لا تلبسه ولا تلبس الحلي، وإنما تلبس ثيابا عادية ليس فيها زينة، ولا تتطيب، تتجنب أنواع الطيب. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وحديث عبد القيس الذي فسر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؟ يا أخي الإيمان خصال كثيرة، منها ما هي أركان من أركان الإيمان لا يصح إلا بها، وهي الإيمان بالله ورسوله وكتابه، الإيمان بالله وبرسوله، أن تؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، وتؤمن بالملائكة، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فالإيمان خصال كثيرة، منها ما هي أركان الإيمان الستة التي لا بد منها، وبقية الخصال هذه مكملات. نعم عبد الله من الدمام تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ حفظك الله. أنا سؤالي في قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة، هل أنا أستمر في قراءة القرآن في ورد القرآن من حيث وقفت، أم أقف يوم الجمعة وأكمل في قراءة سورة الكهف؟ الله يحفظك، جزاك الله خير. شكرا. نعم سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة لورود الحديث في ذلك، ففي قراءتها في يوم الجمعة فضل، وترجع إلى قراءتك السابقة حيث وقفت وتستمر في القراءة، تجمع بين الأمرين. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بأنه جمع بعضا من المال عن طريق المحرم وقد تاب إلى الله توبة نصوحا، وبعد توبتي خشيت أن تكون الأموال خسارة علي، وقد تزوجت من هذا المال فأريد الآن أن أخذ وأعتمر وأحج من هذا المال، ما رأي الشيخ في ذلك؟ إذا كان عندك مال محرم وتبت إلى الله منه وباق منه شيء عندك، فإن الواجب أن تتخلص منه بأن تضعه في المشاريع الخيرية أو تعطيه للمستحقين للتخلص منه. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأن لي أخ منذ أكثر من 10 سنوات يغسل الكلى ويدخل الظهر ولا يخرج إلا بعد المغرب، كيف يؤدي الصلوات؟ على مسألة الظهرين، الظهر والعصر، صليهما قبل أن يدخل عملية الغسيل. وأما قضية المغرب والعشاء فيؤخرها إلى بعد أن ينتهي الغسيل ولو في آخر الليل. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة لمدرس القرآن، ما القول الراجح في أخذ الأجرة على تدريس القرآن، وهل يشترط؟ ما في قولان يا أخي علشان يقال الراجح. لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فتؤخذ الأجرة على الرقية الشرعية بالقرآن، وتؤخذ الرقية على تعليم القرآن، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج فضيلة الشيخ، الرجل الذي يوسوس له الشيطان بوسائس عظيمة تتعلق بذات الله عز وجل وهو خائف، هل عليه في ذلك سوء؟ وما توجيه الشيخ في ذلك؟ إذا عرض له شيء من ذلك فإنه يذكر الله وينتهي، يقول آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه، وينتهي ويقطع الوساوس. نعم، هذا سائل يا شيخ يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ وإذا تم هذا العمل فما حكمه؟ الزواج بنية الطلاق هذا يعتبر من الغش للطرف الثاني، لأنهم زوجوك على أنها زواج رغبة واستمرار، وأنت تبيت أنه زواج مؤقت، فهذا فيه غش للمرأة، غش لأوليائها. أتتزوج بنية الدوام، إن صلحت لك استمررت معها، وإن لم تصلح لك خليت سبيلها بدون أنك تنوي عند العقد. نعم، يقول يا شيخ: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المسجد كما جاء في الحديث؟ وما الأجر المترتب على المحافظة على الصلوات؟ نعم، قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وإن كان الحديث هذا به مقال، لكن الآية تؤيده. نعم، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان في برنامج فتاوى. ننتظر مكالمة الإخوة والأخوات على تليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة: 011-442-8313. عوض من الطائف. الو. نعم، تفضل عوض. من الرياض. تفضل. كيف الحال؟ ابغى اكلم الشيخ الله يعافيك. تفضل، الله يحفظك. عندي ارض منحه، ما هو عندي، عند خوي ارض منحه وشريتها مع اوراق عليها، ما ادري هل هي فيها شيء ولا؟ يا اخي، ما يجوز تبيعها الا بعد ان تقبضها. اذا قبضت الارض وعرفت حدودها ومساحتها جاز لك أن تبيعها، أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها فهذا من بيع المجهول. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو خالد يقول: يا شيخ، ما معنى التقوى وما هي حدودها؟ وهل تحصل التقوى للإنسان في جميع أحواله؟ التقوى يا أخي أن تجعل بينك وبين ما تخاف من عذاب الله وقاية من طاعة الله جل وعلا،
تجنب محارم الله عز وجل، هذه هي التقوى، تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل يا شيخ هذا ويقول: ما الجواب في مسألة الحجامة بالنسبة للصائم، وهل الأحاديث الواردة في الحجامة صحيحة؟ نعم، الحديث صحيح: ولا تجوز الحجامة للصائم، تفطر الصائم، على القول الصحيح الذي يؤيده الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم يا شيخ، هذا يسأل عن العقيقة، عن حكمها، وهل تجزي وحدة من الوالد لأبنائه إذا كان فقيرا؟ العقيقة سنة ليست واجبة، ويكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة إذا قدر على ذلك، وإلا فليست بلازمة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، اشرحوا لنا هذا الحديث. نعم، الحديث واضح أن الخليل الصاحب والجليس يؤثر على مجالسه وعلى مصاحبه، فعلى المسلم أن يختار الخليل الصالح الذي ينتفع بصحبته ويتقوى دينه به، ويتجنب الجليس السيء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك. الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك من المسك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد الرائحة الطيبة ما دمت عنده. وجليس السوء مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. والشاعر يقول إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. نعم. ناخذ علي من أبها، له سؤالان، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول هو سؤالين، آسف، سؤالين. السؤال الأول عن الحفلات حقت الزواجات هذه اللي تقام في المنطقة الجنوبية زي الأزلاف هذه والزير والمداقير حق العرض هذه، لو تطرق دوا يا شيخ عبد الله. طيب. طيب والسؤال الثاني؟ عشان نكون على واضحين معه، الله يجزيكم خير. والسؤال الثاني؟ عندي برضه السؤال. اي نعم. عندي ذهب طال عمرك لبنت اللي هدية من سنية لها، وطبعا ما تلبس الا في الحفلات، موجود عندي في البيت، ما ادري في زكاه او لا. نعم. طيب. نعم، وش السؤال؟ عن الحفلات فضيلة الشيخ والزار وما يصحبها. لا يتجنب اللهو والأغاني والدفوف وما أشبه ذلك، يتجنب الحفلات التي فيها هذه الأمور. نعم. وأما الحلي الذي تتخذه المرأة للتزين به فليس فيه زكاة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول بأن زوجها يعمل في قطاع في شركة، وتحول إليه بعض المعاملات ويقوم بإنجازها بطرق شرعية وغير شرعية، وبعد إنجازها بعدة أشهر يفاجأ بتقديم هدايا ثمينة، وبعضها تكون من الشوكولاتة وغيرها من الحلوى. الموظف لا يقبل الهدايا من الناس الذين ينجز أعمالهم أو يخلص معاملاتهم، هو يأخذ راتبا في مقابل عمله، فلا يأخذ من المراجعين، هذه رشوة،
قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الذي يسعى بينهما، فالرشوة سحت ولا تجوز، وعلى الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي عمله على الوجه المطلوب وأن يساوي بين الناس، فلا يقدم بعضهم على بعض بغير حق، ولا يأخذ في مقابل عمله إلا راتبه الذي يتقاضاه، ولا يأخذ من المراجعين شيئا، لأن هذا السحت وحرام. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في بعض المحلات هناك أجهزة لحرق النامس والذبان وغيرها، فما حكم مثل هذه الأجهزة؟ نعم، المؤذي يقتل من الحيوانات وغيرها، ومن البعوض، ومن يقتل، وإذا لم يمكن قتله إلا بالنار ونصب الشبكة المعروفة الكهربائية فلا بأس بذلك دفعا لأذاها. نعم، هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، ونذكر السادة المشاهدين لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ بتليفون البرنامج سيظهر على الشاشة أيضا. يقول الشيخ: بالنسبة للحاج المتمتع بعد السعي والطواف للعمرة والتحلل، هل يتم عمل سعي آخر للحج أم يكفي سعي العمرة؟ وهل طواف القدوم يغني عن طواف العمرة؟ المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج. أما القارن فعليه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج، فيكتفي بطواف واحد وسعي واحد لهما. نعم، أبو تركي معنا من مكة المكرمة، تفضل أبو تركي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. قصر التلفزيون أبو تركي، قصر. جزاك الله خير، ما عندي تلفزيون قصر أنا. تفضل. إيه تفضل. أبشر أبشر طال عمرك، أبشر أبشر، أنا ما أسف. تفضل تفضل. أنا مسألة الشيخ، في سؤال واحد الشيخ. تفضل. أن الحضانة للأم والأب بينما واحد ساكن في جدة وواحد ساكن في مكة، والأولاد أصغر واحد فيهم 3 سنين. نعم، يقول: بالنسبة للحضانة بالنسبة للزوجين إذا افترقا، هو في جدة والمرأة في مكان آخر، إذا تراضيا على أن يكون الحضانة عند أحدهما فلا بأس، وإن اختصما فلا بد من الرجوع للمحكمة في هذا. نعم، هذا يسأل يا شيخ أو أخت سائلة عن حكم الشرع في نظركم في بيع مواد التجميل التي مواد التجميل المباحة لا بأس ببيعها، أما مواد التجميل المحرم هو المخالف للآداب الشرعية فلا يجوز، لأن هذا من الإعانة على الباطل. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في وقتنا الحاضر وخصوصا رسائل الجوال تأتينا بعض الأحاديث ويذكر في آخرها انشر ذلك ولك الأجر بمثله أو أكثر، فما رأيكم في إرسال بعض الأحاديث ولا ندري عن صحتها؟ لا يجوز لك نشر هذا. الأحاديث يرجع فيها إلى مظانها ويسأل أهل العلم عنها، ولا تأخذها من الجوالات أو من الذين يأمرونك بنشرها ويعيدونك بالأجر، هؤلاء لا يدرى عن مقاصدهم، وربما يكون عندهم دس وكذب فيخشى من شرهم، يتجنب ذلك ولا تعمل بهذه المنشورات في الجوالات، ولا تمتثل أمرهم أو تخاف من وعدهم أو وعيدهم. نعم، أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ، هذه أم عبد الله تقول: أنا أم وأهدت لي ابنتي الكبيرة خروف، فهل يجوز لي أن أجعل هذا الخروف أضحية لأذبحها في يوم الأضحى؟ لا بأس بذلك، إذا أعطتك ابنتك هذا الخروف تتصرفين فيه بأضحية وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، تخصيص يوم الخميس لزيارة القبور، هل ورد في ذلك شيء؟ تخصيص زيارة القبور بيوم معين لا دليل عليه، ومن التزمه وعمل به فهو بدعة. زيارة القبور مشروعة في كل وقت، يوم الخميس أو غير يوم الخميس. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لوالدتي، يقول السائل: هي كبيرة في السن وتسأل عن السجود على السرير ومثل وكذلك سجود التلاوة. إذا لم تستطع السجود على الأرض تسجد بالإيماء، بأن تومي برأسها وتخفض رقبتها بالسجود. نعم. عيد من مكة، تفضل يا عيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل يا عيد. والله أحبك في الله يا شيخ. يا شيخ، عندي سؤال أقول: هل يجوز أني أقول لوالدتي من مبدأ الاستخفاف الحمد لله والشكر، أو الحمد لله على النعمة والحمد لله على العافية؟ نعم. إيش السؤال؟ أعد سؤالك يا عيد. هل يجوز أني أقول لأمي من مبدأ الاستخفاف الحمد لله والشكر؟ يعني إذا جاءت تكلمني أنا أرد عليها أقول الحمد لله والشكر، يعني كذا كرد؟ واضح السؤال. يقول: هل يجوز أن أقول لأمي من مبدأ الاستخفاف الحمد لله والشكر، أو احمد الله على هذه النعمة؟ يعني يقول لأمه احمد الله على هذه النعمة، طيب، هذا من التواصي بالحق. نعم. وما واجبه تجاه والدته من حيث البر يا شيخ؟ واجبه أن يطيعها في غير معصية الله، وأن يخدمها، وأن يحسن إليها، وأن يبر بها بأنواع البر، ويدعو لها، يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. ولا يجوز له أن يرفع صوته عليها أو أن يزجرها. قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل الشيخ عن هذا الدعاء، يقول: هل يشرع لي أن أقول: اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين؟ لا حاجة إلى هذا الدعاء إذا تمكن من زيارة المسجد، ما هو زيارة القبر، لا يسافر من أجل زيارة القبر، هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك، ولكن يسافر بنية زيارة الصلاة في المسجد النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة. هذه المساجد الثلاثة التي يسافر من أجل الصلاة فيها. وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل تبعا ولا يسافر من أجلها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الرياض، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام.
أسأل الله أن يمتلكم بالصحة والعافية شيخ صالح. آمين، جزاك الله خير، تفضل. شيخ صالح عندي سؤالين الله يحسن إليك. السؤال الأول، ما حكم تربية الحرباء؟ لحظة جاوب الشيخ لحظة. نعم يا أبو عبد الله، ما حكم تربية الحرباء؟ الحرباء، ما حكم تربية الحرباء؟ وش الحاجة منها يا أخي؟ ما لا حاجة إلى تربية الحرباء، دعها في البر تتربى في البر بنفسها ولا تربيها أنت. نعم. طيب السؤال الثاني أبو عبد الله. السؤال الثاني الله يحسن إليكم، انتشر بين طلاب المدارس لبس الأساور في اليد من خيوط، ما رأيكم فيها؟ شكرا. نعم. لبس الأساور، بعض الشباب يلبس الأساور والخيوط، حرام. هذا تشبه بالنساء. الأساور، لبس الأساور من خصائص النساء، فلا يلبسه الذكور. ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. يقول هذا السائل: يا شيخ، إزالة النجاسة في غير السبيلين مثل اليد والرجل لابد له من الغسل بالماء، فهل ينطبق عليه القاعدة بمعنى إذا أزيلت النجاسة يا شيخ صالح بأي شيء كالتراب والرمل؟ لا لابد من الماء، لابد. النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة لا تزال إلا بالماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. نعم. فضيلة الشيخ يقول: صيام يومي الجمعة والسبت مفردا قضاء أو نفل، هل هو جائز؟ يكره إفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم، لا بد أن يصام يوم قبله ويوم بعده. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم حفظكم الله؟ الواجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والواجب طاعته، وبعد طاعة الله سبحانه وتعالى، والواجب اتباعه، والواجب محبته صلى الله عليه وسلم. لا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول: إذا اغتسل الشخص ونوى أنه يغتسل من الحدث الأكبر أو الأصغر، فهل هذا يعتبر من الوضوء ويذهب للصلاة؟ إذا اغتسل ونوى دخول الوضوء في الاغتسال وأفاض الماء على جسمه كاملا، فإن هذا يجزي ويدخل الوضوء، يدخل في الاغتسال، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول يا شيخ السائل: بالنسبة للأحاديث الضعيفة، هل أستشهد بها وأنا إمام لأحد المساجد؟ الأحاديث الضعيفة إذا لم يكن عندك علم بالحديث فاسأل أهل العلم، ولا تأخذها من الكتب دون أن تعرف صحتها أو دون أن تسأل أهل العلم عنها. ما كل ما يوجد في الكتب يؤخذ ويكون صحيحا. نعم. تفضل يا أبو عبد المحسن، معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله يا شيخ، ودي أكلم فضيلة الشيخ. الله يحفظك. تفضل، أسمعك. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. فضل، هل يجوز أعطاء الزكاة أحد الأقارب المحتاجين؟ هذا سؤالي واحد. طيب لحظة يجاوب الشيخ لحظة. نعم، القريب المحتاج أحق بالزكاة من غيره، لأن الصدقة عليه عن صدقتين، صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. السؤال يا شيخ، عندي سؤال ثاني الله يحفظك. مثلا يا شيخ اذا توضيت يا شيخ ولدست بعد الوضوء يا شيخ ايش حراب، هل يجوز اعاده يا شيخ الوضوء ولا لا؟ ها؟ مثلا يا شيخ انا توضيت للصلاه وبعد الوضوء لبست يا شيخ ايش حراب؟ الله الشراب بعد الوضوء يعني على رجولي. إذا لبست الشراب بعد الوضوء؟ نعم. إي نعم. توضيت وبعد لبست يا شيخ الشراب بعد الوضوء. ها؟ توضيت وبعد الوضوء يا شيخ لبست الشراب على رجولي الله يكرم. إي وش المشكل عليك يا أخي؟ هل يمسح يعني عليها؟ يعني هل يجوز إعادة الوضوء بعد لبس الشراب ولا لا يا شيخ؟ ولا خلاص يكفي يعني إني توضيت ولا يحتاج يعني؟ إذا أدخلت الرجلين طاهرتين بعد كمال الوضوء ولبست الشراب فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الطفل الرضيع إذا نجس ثياب المرأة والقي لهذا الطفل عزكم الله ما حكمه؟ نعم. الطفل الرضيع إذا غسلته نعم. والدته هل تتنجس؟ ما تتنجس إذا غسلت النجاسة بالماء طهرت يدها وطهر محل النجاسة بالماء. نعم. وبالنسبة لقيه، القي نجس سواء من الصغير أو من الكبير لأنه يخرج من المعدة فهو نجس، فلا بد من غسل ما أصابه القي. نعم. ما معنى يقول السائل وقوموا لله قانتين؟ معناه أنهم يقومون أنهم يسكتون في الصلاة ولا يتكلمون. لا، كان الرجل يكلم جليسا يكلم من بجانبه في الصلاة حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه إمام للمسجد لأحد المساجد ويقوم بقراءة الأحاديث من رياض الصالحين، ما رأيكم في هذا الكتاب والأحاديث الواردة فيه؟ هذا الكتاب جيد وكتاب معترف به عند أئمة الحديث، فلا بأس بالقراءة منه على الجماعة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من أسئلة السائل يقول بالنسبة للحج لأول مرة هل أحج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ الأفضل أن تحج قارنا، أن تحج متمتعا، هذا هو الأفضل، لأن تؤدي عمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج، فتكون العمرة على حدة والحج على حدة وعليك فدية التمتع. نعم. يقول شخص صلى مع الجماعة فلما انتهى من قراءة الفاتحة قرأ بسورتين من القرآن، لا بأس بذلك، يقرأ بسورتين أو ثلاثة وأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا فضيلة الشيخ، في سورة طه يقولون بأنه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طه هذه حروف مقطعة، طه وليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن البدعة، هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول هناك بدعة حسنة. نعم. هل ورد بأن الخالة في منزلة الأم، وما حكم مقاطعة الأقارب؟ نعم، الخالة بمنزلة الأم في الصلة والقرابة، فيحسن إليها فهي بمنزلة الأم لأنها أخت الأم،
والإحسان إلى القرابة مأمور به، تحسن إليهم قبل غيرهم، وهذا يعتبر من صلة الرحم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين العمرة والعمرة؟ وإذا جاء الإنسان وقدم أكثر من عمرة له ولأمه ولوالده، لا بأس بذلك، ولكن كونه يجعل بين العمرتين زمانا ينبت شعر رأسه يكون أحسن من موالاة العمرة في وقت متقارب. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أريد من الشيخ نصيحة للأخوات والإخوة الذين يشتركون بمواقع التواصل الاجتماعي، ما ورائكم في ذلك؟ مأجورين؟ نعم، قضية الآن فضيلة الشيخ بعض الرسائل والتواصل الاجتماعي عن طريق الانترنت وغيرها، ما رأيكم فيما يحثه أو فيما يفعله بعض الناس؟ هذه حصل منها مفاسد، وحصل فيها كما هو معلوم تدخلات من المضللين ومن دعاة الضلال ومن دعاة الفتن، فيحذر من التواصل الاجتماعي، ولا يستعمل الجوال إلا لحاجته، المكالمة والرد عليها. أما جعل الجوال لأجل استقبال هذه الرسائل وهذه الترهات وهذه الشواغل، فهذا لا ينبغي، وقد يحصل منه مفاسد. نعم، نأخذ الاتصال الأخير بهذا اللقاء. أبو بندر معنا على الخط، فضل يا أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا سيدي. سؤالنا: إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد وصلى وضم تحية المسجد مع ركعتي الوضوء، يجوز؟ طيب، لا بأس بذلك. طيب، الحمد لله. السؤال الثاني أبو بندر. ها؟ السؤال الثاني جاوب الشيخ على ذلك. السؤال الثاني: إذا دخل المسجد يصلي رغيبة الفجر وضمها مع تحية المسجد، يجوز؟ نعم، يصلي ركعتين وينويهما تحية المسجد وراتبة الفجر، لا بأس بذلك، ولكن كونه ينويها راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم بسؤال وردنا من إحدى الأخوات فضيلة الشيخ، تقول بأنها الحقيقة تساهلت في أداء الحج حتى كبرت الآن وهي تقترب من 50، تقول: الآن أصبت بالأمراض القلب والسكر والضغط فضيلة الشيخ، ولي أحد الأولاد وهو بار بي، هل يؤدي عن حجة الإسلام؟ نعم، إذا كنت لم تحجي حج فريضة الإسلام والآن ما تقدرين على الحج بنفسك مباشرة الحج، ولا ترجين في المستقبل أنه يزول المانع، بل العذر عن مباشرة الحج مستمر، فعليك أن تعمدي من يحج عنك. نعم، لها فقرة في سؤالها فضيلة الشيخ أصرت على أن نعرضها على سماحتكم. تقول: أنا ولله الحمد ميسورة ولإيجارات من عمارة، وولدي هذا الآن في 25، هل أعطيه من زكاتي هذه العمارة؟ زكاة ما تحل لولدك ولا لوالدك، فلا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس، زكاة الوالد لولده. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. استفدنا الحقيقة من هذه النصائح وهذه التوجيهات وهذه الفتاوى المدعومة من الكتاب والسنة، رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر الحقيقة فريق العمل الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء مع فضيلته، شكرا للجميع الإخوة والأخوات، ويتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.